بعد المناسبة ديال فوز النادي اللي كنتمي ليه بالكأس العرش، كنشكر أول النادي تيفلت الصداقة على التنظيم اللي داز في أجواء جد ريادية، كما كنشكر المسؤولين على الجامعة والمسؤولين على عصبة الوسط. وكانت المنافسة في هذا الكأس بمعنى جد سريسة بالنسبة للفرق اللي كانت على أتم الاستعداد، وكنشكر اللاعبين اللي ساعدونا على هاد الانتصار، كما كنشكر بالخصوص الحكام ورئيس الجامعة على التنظيم المحكم لهاد الكأس. وشكرا. الاسم بوغو عصام، لاعب دولي، نادي سيدي مؤمن الكرة الحديدية، دار بيضاء، عصبة الشاوية. بالنسبة للمباراة ديال نصف النهائي، حيت لعبنا مع نادي الصاد المغربي، نادي الصاد المغربي راه معروف باللاعبين ديالو بالتنظيم ديالو، كانوا لاعبين في المستوى، كانت ثلاثية مرشحة بقوة لنيل هاد الكأس. لي ماتش الاخرين دازو في الفرق اللي كانت منضبطة وتكتيكيا وشوية معنويا هي اللي استطاعت، هادشي اللي خلانا ننتصروا بهاد الكأس العرش. المباراة النهائية كانت واحد الحصة شوية فرق شاسع اللي هي 13 مقابل واحد. ميرسي، بارك الله فيك. شكرا.